السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استضاف فريق أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ملاحقه في الترتيب مانشستر سيتي ضمن جولة متأخرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، واعتمد المدرب الإسباني بيب غوارديولا على النجم الجزائري رياض محرز كأساسي في هذه القمة على أرضية ملعب الإمارات. وقد كشف موقع سيتي إكسترا بأن الجزائري رياض محرز خرج غاضبا بشدة بسبب استبداله، مشيرا بأن رياض محرز رفض مصافحة مدربه غوارديولا ولم ينظر حتى في وجهه لما تواجه على خط التماس. ولحظة استبداله لم يكن النجم الجزائري رياض محرز راضيا لحظة خروجه بالرغم من تقديمه لأداء مقبول في هذه القمة الإنجليزية أمام أرسنال. ورصدت الكاميرات الجزائري وهو يرفض مصافحة الإسباني بيب غوارديولا على خط التماس. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.